واعترافا بالمجهودات أبت جماعة عرب الصباح زيز إلا أن تكرم السيد بالقيد عبد الرحمن. وقبل ذلك قبل التكريم بالقيد عبد الرحمن سيلقي قصيدة شعرية، فهو ملقب بشاعر الملك. إذا أبى إلا أن يسمعنا قصيدة فلنكن كلنا آذانا صاغية وليتفضل مشكورا. جميع أو مجموعة من الجرائد المغربية الرسمية والمواقع الإلكترونية كتبت عن عبد الرحمن بالقيد ونشرت قصائده كذلك ولقبته بشاعر الملك. فتحية لك يا عبد الرحمن بالقيد في هذا اليوم السعيد، وتفضل بإلقاء أشعارك حول الرياضيين وحول هذا الجمهور الجميل. نعم، نشكر الجميع على هذا الحضور في هذه الشمس المشرقة وهذه الأجواء الشاعرية التي في حقيقة الأمر هي تنم على أن المجلس القروي الحالي هو فعلا قادر على أن يفعل وعلى أن يخرج الطاقة الكاملة داخل هذه الجماعة من كمائنها لكي تظهر ليس فقط للجهة بل للوطن ولملا للعالم. فكنشكر السيد رئيس الجامعة القروية الذي يتيح لنا الفرصة ليس لنا فقط ولكن للجميع. فلولا إحساسنا بأنه يمد اليد بنية ما كنا لنشارك، ولكن في حقيقة الأمر فهنيئا لجماعة عرب الصباح بمجلسها. ولهذا بهذه المناسبة غادي نقراو قصيدة لمحاربة اليوم العالمي لمحاربة داء السرطان، وهي باللغة الفرنسية، وهي جمعية لالة سلمى لمحاربة داء السرطان. Comme mentionne le rôle de l'association Lala Selma contre le cancer. Louange à Dieu qui l'a choisi épouse du roi. Seul Dieu possède toutes les grâces, les octrois. Seul lui sait où il place ses confidentielles missions. Rien ne se produit dans son univers sans sa permission. Donc l'arrivée de la princesse est une décision divine. Arrivée à une dynastie qui a une prophétique origine. Ce qui lui ouvre droit au respect de la part de l'humanité. Une famille envoyée aux gens pour diriger leur société. Avec une grande sagesse héritée d'un meilleur prophète. Ce qui leur garantit une sécurité et prospérité parfaite. Béni dynastie et béni celui qui est bien et qui en sortit. والقصيدة طويلة ونقف عند هذا الحد ونتيح الفرصة للآخرين للمشاركة، وشكرا للجميع. تحية لسي عبد الرحمن بالقيب ابن الجماعة. بقى معنا سي عبد الرحمن، فين هارب؟ الناس راه فرحة بيك وفرح براسك. دائما جمعية بن مسيك سيدي عثمان في التفاتة جميلة لهذا الشاعر وممثل عن الجمعية سي مصطفى بحال يلا سي مصطفى. فهنيئا للجماعة وهنيئا للجمعية بهذا النشاط. دائما الجمعية أخي عبد الحق دائما الجمعية.